السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هيكون الفيديو عن نتائج قرعة خليجي 25 اللي هتتلعب في البصرة في العراق. النهاردة القرعة اتعملت وانتهت القرعة وكانت النتائج، طبعا هنتكلم عنها بقى بعد شوية، بس في الاول هنتكلم عن المنتخبات اللي كسبت بالبطولة. عندنا منتخب الكويت هو المنتخب الاكثر تتويجا بالبطولة، كسب البطولة كم مرة؟ 10 مرات. وبعدين منتخب السعودية كسب البطولة 3 مرات. وبعدين منتخب قطر كسب البطولة 3 مرات. وبعدين منتخب العراق كسب البطولة 3 مرات. ومنتخب الإمارات كسب البطولة مرتين، ومنتخب عمان كسب البطولة مرتين، والبحرين كسبت البطولة مرة واحدة. بعد ما اتكلمنا عن المنتخبات اللي كسبت البطولة، دلوقتي هنتكلم عن تصنيف المنتخبات طبعا على أساس البلد المستضيف والمنتخب اللي كسب آخر مرة البطولة، وطبعا باقي التصنيفات بتكون على حسب ترتيب الفيفا. تصنيف القرعة بيتقسم لأربع مستويات. المستوى الأول العراق والبحرين، العراق علشان هما المستضيفين للبطولة، والبحرين هما اللي كسبوا آخر مرة بطولة الخليج. والمستوى الثاني السعودية وقطر، والمستوى الثالث عمان والإمارات، والمستوى الرابع الكويت واليمن. التصنيفات دي طبعا او المستويات الثاني والثالث والرابع على اساس ترتيب الفيفا. دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن التصنيفات، دلوقتي هنتكلم عن نتائج قرعة بطولة خليجي 25 اللي هتتلعب في العراق. المجموعة الاولى هتكون العراق، اليمن، السعودية، عمان. والمجموعة الثانية البحرين، الكويت، قطر، الامارات. وبطولة كاس الخليج العربي 25 اللي هو المسمى بتاعها خليجي 25 اللي هتتلعب في العراق، هتبتدي يوم 6 يناير 2023 يوم الجمعة. البطولة هتستمر لحد يوم 19 يناير 2023، هيبقى يوم خميس. ده المقرر ليه، بس ما نعرفش في الفترة اللي جاية ممكن يحصل تغييرات في المواعيد، ولسه ما تحددتش الملاعب اللي هتلعب عليها المباريات. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص عن بطولة كاس الخليج العربي 25 اللي هو المسمى بتاعه خليجي 25 اللي هيتلعب في البصرة في العراق. فبالتوفيق لكل المنتخبات المشاركة في البطولة، ورب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.